وقفت جنبك وسندتك؟ أكيد كان شادي محمد، يمكن كان هو من أقرب الناس ليا وكان اللي بيساندني بشكل كبير، وكان على طول في ظهري، ويمكن لحد دلوقتي احنا أصدقاء مقربين. في طبعا كابتن عماد النحاس كان موجود، كان من أقرب الناس ليا برضو، كان طبعا غير حسام عاشور، شديد، إينو، أحمد صديق، دول من أقرب الناس ليا، هاني العجيزي، دول كانوا من أقرب الناس ليا. يمكن اللي ساندوني بشكل أكبر كان طبعا الناس قريبة مني، كان متعب، محمد شوقي، يمكن كان على طول عشان كان معايا في الأوضة هو شادي محمد، ساندني بشكل كبير، وإحنا الحمد لله على تواصل لحد دلوقتي في كأخوات موقف حتى كده مش صحاب. معين تفتكره له؟ لا، شادي كنت أفتكره في المواقف اللي كان على طول مستر مانويل جوزيه بيدوس علينا فيها كلاعيب. يمكن دي حاجات برضو هو بيحط عليك ضغوط، بيحط عليك ستريس عشان تتحمل الضغوط في المباريات الكبيرة. دي كانت من الاساليب بتاعت مستر مانويل. هو كان شادي على طول معايا، بيحاول ان هو ايه يخفف عليا الضغوط دي. يمكن الحمد لله على مدار الفتره انا قعدتها ساندني بشكل كبير شادي، يمكن زي ما قلت لحضرتك على تواصل لحد دلوقتي، والحمد لله احنا اكتر من صحاب يعني مع بعض. اكيد ايه اثر فيك ازاي كابتن مانويل جوزيه؟ اثر في شخصيتي، خلاني اتحمل مسؤوليه، خلاني ان انا تحت اي ضغوط ان انا اعرف اتصرف، ما اخرج بره الضغوط دي ازاي. هو كان ليه اساليب كده مع هو اسطوره تدريبيه طبعا داخل مصر، وحقق انجازات طبعا كبيره جدا مع النادي الاهلي. ليه اساليب كتير جدا ان انت تسيطر على 25 نجم، وخصوصا في النادي الاهلي، دي حاجه مش سهله. ان انت اي حد بيتحط في التشكيل ما تحسش ان في اختلاف، زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحلقه، كنا اربعه ناحيه اليمين، انا واسلام الشاطر وصديق، وكان سعاد بركات، وجانا احمد فتحي، بقينا خمسه. فان انت بتشيل فتحي مثلا تحط ديفندر عشان تلعب احمد عادل او تلعب اسلام، وان انت تهيئ اللعيب اللي بيقعد بره او اللي بيطلع من السكور، تهيئه ان هو في مباراه مثلا بعد كده ان هو يبقى موجود ويؤدي بالثبات، اكيد